يا 1000 واحد 1000 واحد. انا وات واز ذات؟ يا سلام انت معنا. يو حبايبي جراب، جيبكم ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش تام يا احلى ناس. حبايبي مثل ما انتم شايفين جيتكم مقطع جديد يا اساطير. مقطع اليوم شباب شويه تسريبات وشويه شيء ثاني. حبايبي ركز معك حبايبي. الان انا بغير سيرفر فيتنامي ولا anyway، يمكن ما اعرف اي سيرفر. المهم حبايبي كرام مثل ما انتم شايفين شباب، المتجر التخفيضات الجديد شباب. طبعا شباب رح ينزل عندنا المتجر يعني اكيد 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 هالايام اللي جاي، يعني مو غدا يا بعد غدا، يعني اكيد شباب فهمتوا على كيف. حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون المتجر التخفيضات رح ينزل عن قريب. اوكي يا اساطير، ولا يهمكم شباب، عن الفاير باس حيكون موجود فيه. طبعا انا ضربت حبيت اضربه واشوف حظي معكم، بس ولكن يلا جاني حظ بعيد. اوكي شباب، عندنا هذا السكين راح ينزل عندنا بالمدر التخفيضات شيء اكيد. اوكي يا اساطير، عندنا هاي السكين التايجر كمان من السكنات الاسطوريه الحلوه حبايبي. طبعا شباب ممكن يكون في اختلاف بسيط بينهم، اوكي بين الكل، بس اوكي عنده كمان في صناديق تبع الشوتجر البربر. طبعا هي في ثلج هون، هي الثلج الجاي عن جد شيء كمان حلو. طبعا عندنا هون رومات، هون عنده 5 رومات بالعاده، عندنا بيكون هون 40 روم. اوكي طبعا هذا هو المتجر شباب مثل كل مره. اوكي عندنا بطاقه الدايموند وال هو في عندنا حقيبه، في عندنا هون اولي. شوفوا هاي، شوفوا والله شيء حلو هاي، والله حلو هاي الطاوه ولا المقلاي ولا ما اعرف شو هي. هون حبايبي بالنسبة للصفحة الأولى شباب مثل ما انتم شايفين شباب، طبعا دائما بيكون موجود فيه. طبعا انت كمان صندوق الكرة، صندوق الأسلحة التطور. اوكي وعندنا هاي السكين كوبرا. اوكي طبعا شباب ممكن يكون في اختلاف، ممكن نحطه هون عن يحطوا شيء أحسن أو يشيلوا كذا، يعني خلينا نحط الصفحة الثانية. قول لي موسم الوردي، والله حلوة الكتانة هاي شباب، والله شيء اسطوري حلو هاي. على بطاقات هون، على بطاقه تغيير اسم. طبعا هون شباب بلاحظ انه ما عندهم اشياء كثير مثل اللي عندنا شباب، هون ما يحطوا بطاقات الدايموند ولا البطاقات الحاضنه، هذول كلها بعض هون مش حاطين. اوكي حاطين سكنات مثل هالسكين موجود عندنا بالكيو باجيك، القرد سكن القرد مثل ما انتم شايفين حبايبي. طبعا شباب اذا شفت في تبع حلو على هذا الفيديو التسريبات والشيء كله على بعضه شباب، قول لي اللحيه الشباب اللي ما حصلت عليها بالفيديو ان شاء الله ينزلوها عندنا كمان. هي اللحية حاول اجيبها، هي تبع الحدث الرافع شباب اللي 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 جاب لي الجلطه. اوكي شباب هون عندهم 5 بطاقات بس، وات اكيد عندنا حيكون في 40 شباب، عندنا هون تبع كريز اكيد حيكون في 40 و50 وفوق. عندهم هون حاطين سكين الدايموند رويال اللي نزل من فتره، وهذا بالنسبه لسكين البنت يا اساطير. يا اخي كله دم ما دم، شو هذا الدم هذا؟ سكين فامبير هذا شباب، شو هذا؟ قتلت حزمة القاتل الدموية، ويل حزمة القاتل، والله شكيشي كله دم دم يا الزلمة. عندنا هاي الثلج هون شباب، ممكن كمان تنزل عندنا هون كمان هاي. باكجات، اوه شعرات، شوفوا هالشعر شباب. شوفوا هالشعر، ايه طبعاً شو هذا الشعر معلم؟ يا الزلمة والله فظيعين هذول قرينا. شوفي كمان شيء ثاني شباب. عندنا هون الام 4 كمان من الام 4ات القديمة، عندنا هون الاكي من الاكيات القديمة كثير. وهذول عندنا بطاقات شباب راح ينزلوا اكيد عندنا كمان هذا المتجر يا اساطير. اوكي شباب الان شباب بدنا نحول على سيرفر ثاني ونفرجيكم بالشوتجن الثاني شباب اللي راح ينزل. شوتجن صراحه ما اعرف شو عنه. اوكي وعم يقول راح يكون كمان، راح يكون في كمان شباب شوتجن متطور عن قريب. اوكي راح نروح نعمل كت ونرجع لكم. اوكي شباب الحلوين مثل ما انتم شايفين، مثل ما انتم شايفين شباب هذا هو الشوتجن بربر، راح يكون مو بربر، راح يكون شوتجن طويل شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي، راح يكون فيه دمج والسرعه بالطلق، يعني راح يكون شوتجن اسطوري كثير شباب مثل ما انتم شايفين شباب. هذا هو السكين. طبعا شباب راح يكون فيه مثل كل ال 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 الاسلحه يعني بتتطور، يعني ليفل 1 لليفل ماكس، وراح يكون فيه لما تضرب اللاعب بيطلع شيء اخضر واشياء. وطبعا هي الانيميشن تبعه حبايبي مثل ما انتم شايفين كمان، انيميشن كلش اسطوري. اوكي حبايبي هذا بالنسبه للليفلات الاولى والثانيه شباب، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. طبعا هذا الليفل الاول والثاني، الليفل بيكون الليفل الثالث. طبعا راح يكون فيه
كمان في راح يكون في دمج واثنين من السرعه، راح يكون في شيء مش عاجبني كثير شباب، اللي هو اللي اللي اللي, اللي بيغير يعني الريسيرش بطيء. فهمتوا على كيف؟ بس ولكن عنده تطوير اكثر شباب، راح تكون فيه قوه، راح تزيد فيه قوه الدمج. طبعا هون شباب راح نفرجيكم الرقصه كمان، خلينا نفرجيكم شوي. طبعا هي بالنسبه لما الشخص لما يموت هيك يصير شكله، اوكي. بالنسبه للرقصه شباب راح تكون رقصه بهذا الشكل، هذا هو الشكل الاسطوري شباب، هي الرقص للشوتجن الطويل، اوكي. هذا مش شوتجن بربر، بس ولكن اكيد راح ينزل شوتجن طويل وبربر وكله، يعني كل الاسلحه راح يكون عليها مطوره، اوكي. اساطير يكفي بالنسبه للشوتجن حبايبنا الكرام، خلينا نروح نشوف الشوتجن الثاني اللي حبيت افرجيكم اياه، يلا ليتس جو. اوكي يا اساطير، الان انا بالسيرفر الاوروبي شباب الحلوين، نزل من شويه حدث اسطوري شباب. اوبا شو هذا؟ برنس هانت. شو هذا معلم؟ هي قنبلة، هي قبة السيد البندق، اوكي. وهي شو هذا؟ صندوق غنائم، اوكي. هذا صندوق غنائم، اوكي شباب. شحنت طباب يعني ما بعرف، شحنت جواهر وجاني 1000 شيء شباب، ما بعرف شو هذا الاشياء اللي جاني فرد مرة يعني. اولي حلو، شي حلو. اوكي شباب، خلينا ندخل الان لحدث شباب اللي راح افرجيكم اياه، اللي هو الجيم، ما اعرف شو. اوكي شباب، طبعا هو شباب في عندهم حدث، الصراحه ما فهمت له شيء، بس ولكن الشيء اللي فهمته شباب انه اللي بيلعب كثير راح يحصل على جوائز واشياء موجوده هون، مثل جواهر، تحصل على اشياء مثل جواهر وبطاقات روم كارت وكل شيء. بس ولكن الشيء اللي بيهمنا شباب اللي هو هذا شباب. طبعا شباب هون مثل ما انتم شايفين شباب، في هون على اليمين شوت جن بربر، ما بعرف شيء عنه شباب، اوكي. طبعا هم شباب موجودين عندنا، اللي حصل عليه لازم ننفق تقريبا 2000 جوهره، اوكي شباب. لان من شوي انفقت 100 جوهره، هون 300 جوهره، اوكي شباب. راح نكمل ننفق بالجواهر، باقينا هون يعني انفقت يعني كل سمية يعني 450، اوكي. بدنا ندخل شباب الشيء حدث، تعرفوا شو، راح نحاول نحصل على شيء. ثواني بس يا اساطير، لازم ننفق اوكي. هذا الحساب، ما عندي هذا السكين الاي كي، راح نجيب نحاول نحصل عليه، اوكي. خلينا نجيب السكين الاي كي هون يا شباب. لا هون لي، لا تقولها يا زلمه، لا تقولها يا زلمه، جبت الاي كي شباب اول لفتين ثاني، لا وضع لوز، اوكي. خلينا نروح شوف شيء ثاني، جبت الاي كي هون يا الله، والله تفاجأت شباب بدل حظ اليوم. خلينا نروح نشوف شباب، هون في كاتانا جديدة شباب، خلينا نشوف الكاتانا الموجودة هون شباب. عندنا هون كاتانا جديدة، اوكي. نعمل سبين، سبيسيال سبين، اوكي. سبيسيال سبين، اوكي. 200، اوكي. جبنا الكاتانا شباب هون بالنسبة لهذا الحدث، اوكي. الآن خلينا نرجع نشوف الحدث شباب، الجيت ماستر ولا ما اعرف شو. خلينا نشوف كم انفقنا سنه 1433، بقينا 600 جوهره، اوكي. بقينا 600 جوهره يا اساطير. خلينا نشوف الاحداث موجوده بالسيرفر الاوروبي شباب مثل ما انتم شايفين. اوكي هنا نعمل نشوف هون مثلا، خلينا نضرب على هذول، اوكي. نجيب التبسوم ولا الدراجون ولا هذول، يلا نعمل لفتين، ثلاث لفات، أربعة. السنايبر جبنا السنايبر يا اساطير. طبعا شباب هو لازم انه يلا خلينا نجيب التابسون شباب بنفس الوقت، ونجيب نحاول نجيب التابسون يطلع لنا، اوكي. جبنا التابسون يا اساطير، هاي التابسون جبناه. لوز. شو هذا يا زلمه؟ ما حلو هذا، اوكي شباب. حسنا على شيء مهم اعتقد، لان احنا بنقدر نروح نجيب الشوتجن البربر شباب. طبعا هذا الشوتجن البربر ما بعرف شيء عنه الصراحه، ما بعرف شيء عنه شباب، اوكي. بقدر شوفوا، حصلنا على الونج الشخصيه، وحصلنا كثير على اشياء. خلينا نضربهم شباب، هذول نجيب هذول كلياتهم، ليتس جو برو. انفقنا 2500، اوكي. حصلنا على بطاقه روم، اوكي يا اساطير. طبعا شباب عم فكر يعني دقيقه شوي، عندنا هون اشياء. الدايموند، وين الدايموند؟ الدايموند الاستبدال، لا مو هي. عندنا هون 7 بطاقات، باقي لي 41 يوم، اوكي. خلينا نضرب هذا 5 بطاقات هون. تعدي بطاقه روم، والله لوز عنده، بيطلع له بطاقة روم شباب، بطاقة روم واحجار، والله شيء اسطوري حلو. خلينا نجي هون نشوف، اوكي اعتقد جبنا كل شيء. خلينا نروح نشوف البربر شباب، البربر يا اساطير، وين البربر؟
وين البربر هذا؟ هذا هو البربر. اوكي سرعة عدد التحميل فيه ودقة. اوكي سرعة الحركة بطيئة. والله الشباب ما اعرف شو بدخلكم. هاي شوفوا انا شو بدخل اي مول. هذا الام 4 والاشياء هذول. اوكي شو خلينا ندخل نروح نجرب البربر هذا. نجرب هذا البربر شباب نشوف يعني فيه الدقة وسرعة. صراحة سرعة مش مانع سرعة. ايوه فيه سرعة اعادة تحميل ودقة ولكن فيه سرعة بطيئة. anyway شباب خلينا نروح نجرب ونشوف شو وضع هذا البربر الجديد. اكيد راح ينزل عنا شباب السيرفر مين عن قريب يا اساطير. اوكي هذا بالنسبة للشكل شباب البربر. اوكي خلينا نشوف الكمية ضرب. فيه دقة يعني وسرعة يحمل بسرعة. شيء حلو فيه شباب مثل الشوتجن الناري هذاك اللي بعرف الوان بانش مان ولا ما اتذكر زي ما اعرف اذا تذكرته شو اقصد. هذا الاحمر يضرب فيه دقة يعني قوية. هذا اوكي 10 10. هذا يعني شوف بحكي بسرعة يعني خليه كمان يعني فيه دقة لانه شباب يعني دقة اسطورية. تعم عليهم تعالوا تعالوا ايه تمام ايه وب 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 يهرب عليكم بلع بربرة اير شوت بلع يا ول والله دقته اسطورية هذا الشباب. والله هذا البربر عنده دقة يعني ما في طلب يعني بسهولة بيجيب ايه اوبا. بس لو كان فيه شوية دقة يا شباب لكن شوية ضرر هذا الشوت جان لكان صار اسطوري والله. يا سلام نزل بوم 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 1000 واحد يا رب. تعالوا تعالوا اي كريستيانو يا زلمة تعالوا اي 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 بردك لانك ما بتستخدم كريستيانو هو بالتدريب. ليش تستخدم كريستيانو تركيسيانو؟ في عندي صديق شاب بسميه كريستيانو تركيسيانو. تعالوا 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 اوكي والله يعني من بعد يعني دقته يعني حلو يعني بضرب من بعد كمان. والله ببربر اوكي طلقة راس هير شوت. والله ماشي حلو والله ماشي هذا الشيء قدام الشباب يعني شو انت قول لي شو عم بيصير هذا واحد فوق شباب جي 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 معلم. هذا عم بصير شو هذا الايدو هذا الفدا هذا فيه دمج وسرعه كمان. تعال فكرت لعب هذا شو فكرت لعب يلا شيت شوي تعال وات وات ذات يا سلام انت معنا واي 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 عليكم ابدع. اوكي شباب صراحه يعني مش يعني شوتجن حلو ومرتب يعني شايفه انه مرتب يعني شباب يعني انا الصراحه بشوتجن البربر شباب ما بعرف ما بلاحظ ما بشوف يعني كيف اقول لكم ما بشوف الفرق بين كل الشوتجانات يعني البربر بالنسبه للبربر شباب بس في منهم يعني على ما بشوف الشيء اللي عم شوفه هذا الشيء يعني الواو. اوكي يا اساطير الشوتجان حلو شباب راح ينزل عن قريب اكيد بسيرفر مينا. حبايبنا الكرام اذا عجبكم هذا المقطع والتسريبات ما تسريبات شوفوا التفاعل حلو راح نكمل فيه نكمل بالتسريبات ونزل لكم اشياء حلوه واسطوريه. روح ابحث بكل مكان شباب وين في شيء جديد ننزل لكم اياه. اوكي يا اساطير هيك بكون انتهى مقطع اليوم. حبايبنا الكرام شو عجبكم المقطع شوفكم على خير رمضانكم كريم صحتكم وبس بشوفكم على خير باي باي.